السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. شوفوا المستشفى هذا في وسط أبها جديد، كلف عشرات الملايين. شوف حتى اللوحة باقي عليه، من سنتين مقفل كان شغال، ثم بقدرة قادر التغى الشغل تماما وألغي المستشفى. مستشفى كبير في وسط أبها، مستشفى أبها العام، انتقل جزء منه إلى المحالة، مع أنه مجهز بكل ما فيه من أشياء. يعني وين وزير الصحة؟ وين مدير الشؤون الصحية؟ وين مخلصين بالوطن؟ يعني المساحة حوالي كيلو في كيلو في وسط أبها، حوالي 50-40 مبنى تغلق بشكل عفوي وفجائي لتدمير أموال الدولة في زمن التقشف، في زمن 20-30. أعتقد أنه يجب أن يحاسب من كان السبب. جنبه هنا مستشفى يمكن ما يجي 10 في 10، شغال زي الألف، ويغلق مستشفى حكومي من أضخم المستشفيات وأقدم مستشفيات منطقة عسير، ومعدل بملايين. شاهدوا ضخامة المساحة والمستشفى نفسه اللي يكلف ملايين ومغلق وهدر لأموال الدولة وأموال الشعب حسب